مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كانت الأجواء اليوم نهارا باردة نسبيا في المناطق الشمالية والوسطى ودافئة في باقي مناطق المملكة. أما درجات الحرارة الصغرى في العاصمة الرياضية اليوم تصل إلى 11 درجة مئوية. درجات الحرارة الملموسة تكون أقل من ذلك وتصل إلى 9 درجات مئوية، أما نسب الرطوبة تصل إلى 43% وسرعة الرياح تصل إلى 8 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا نهارا في المدن السعودية، ونبدأ من المناطق الشمالية. درجات الحرارة في سكاكا نهارا 24، ليلا 11، عرعر 21، الصغرى 10، تبوك 29 والصغرى 12 درجة مئوية، وأجواء مشمسة ولطيفة في هذه المناطق. أما درجات الحرارة في المدينة المنورة نهارا 33، ليلا 21، جدة 33، أيضا 21 ليلا، ومكة المكرمة 34، ليلا 23 الصغرى، والطائف 25 الصغرى، 14 درجة مئوية وأجواء وغيوم متفرقة في كل من جدة ومكة المكرمة والطائف، وهناك احتمال هطول زخات من الأمطار في المدينة المنورة. أما درجات الحرارة في أبها نهارا تصل إلى 24 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، الباحة 22 الصغرى 15، وجازان 30 ليلا 26 درجة مئوية. هناك رياح نشطة في كل من أبها والباحة وأجواء مستقرة في جازان ومشمسة. درجات الحرارة في الدمام أجواء مشمسة و24 نهارا الصغرى 14، حفر الباطن 23 الصغرى 10 وأجواء أيضا مشمسة، والإحساء كذلك الأمر أجواء مشمسة ومستقرة و26 نهارا 12 درجة مئوية ليلا وأيضا أجواء مشمسة. أما درجات الحرارة في الرياض 25 نهارا 12 ليلا الصغرى، وبريدة 25 الصغرى 10 درجات مئوية، وحائل 25 ليلا 9 درجات مئوية وأجواء مشمسة ولطيفة. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.